خلينا بقى نسأل الخبيرة المتخصصة الأستاذة الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. ما الذي جرى اليوم يا دكتورة إيمان إلى حد أن أصبحت العاصفة على هذه الدرجة من الانتشار وعلى هذه الدرجة من العنف، إن يعني إن صح التعبير؟ طبعا هو فعلا يعني العاصفة اليوم كانت فعلا عاصفة قوية وشديدة على بعض المناطق، يمكن حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ذلك من يومين تقريبا، من حالة طبعا من التقلبات الجوية بسبب تأثير منخفض خمسيني صحراوي بدأ تكوينه على الصحراء الليبية واتجه إلى الصحراء الغربية لجمهورية مصر العربية. طبعا المنخفضات الخمسينية معروف إن هي بتتكون في فصل الربيع، فطبعا احنا لسه في فصل الربيع، في نهايه فصل الربيع، فبدا المنخفض الخمسيني يتكون منذ مساء امس وبدا يتجه الى محافظات الوجه البحري والقاهره اليوم. طبعا المنخفض الخمسيني بيأثر برياح جنوبيه غربيه، فكل الكتل الهوائيه قادمه من منطقه الصحراء الغربيه فبتكون كلها محمله بالرمال والاتربه المثاره. مش بس كده، لكن مع وجود السحب الموجودة كانت سحب بنسميها السحب الركامية، هذا النوع من السحب بيعمل على رياح هابطة بتكون شديدة جدا، سرعتها بتكون عالية جدا، يمكن وصلت سرعة الرياح على القاهرة 30 عقدة يعني 60 كيلو متر على الساعة، ده طبعا رقم كبير جدا في سرعة الرياح، فده بيعمل على إثارة شديدة جدا للرمال والأتربة، ويمكن ده اللي سبب العاصفة الترابية اللي احنا شفناها في فترة الظهر. طيب يا دكتورة إيمان، جدا من الرياح. صحيح، كان بس في ثلاث نقط هنا عايز أكلم حضرتك فيهم. النقطة الأولانية، البيان اللي كان صدر لم يكن يقدم لنا عنف هذه العاصفة على هذا النحو، هل ما كنتوش متوقعين أنه العاصفة تبقى عنيفة؟ قلت لنا أن في متغيرات، قلت لنا أنه يبقى في عاصفة ترابية، إنما على هذه القوة وب 30 عقدة، يعني دي مسألة رياح ب 30 عقدة دي هزت النهاردة وقعت لوحات شوارع، صحيح ده يعني برضو إيزان على أنه في مشكلة في المواصفات الهندسية والالتزام بيها، لكن في المحصلة البيان ما كانش فيه تحذير لدرجة العنف للعاصفة للدرجة دي. هو طبعا التحذير اللي صادر ان كان في نشاط رياح مثيره للرمال والاتربه، تحذير في سقوط امطار رعديه على عديد من المناطق السواحل الشماليه، دايما الامطار الرعديه مع السحب الرعديه بيصاحبها هذا النوع من الهبات. الهبه اللي حصلت على القاهره كان توقيتها بالظبط 10 دقائق من الساعة 1:30 للساعة 2 إلا تلت، فكانت 10 دقائق هي دي كانت عنف العاصفة اللي حصلت على القاهرة. ده حقيقي يعني، وده اللي وصلت معاه سرعة الرياح 30 عقدة، لكن قبل ذلك وبعد ذلك كانت سرعة الرياح ما بتتجاوز 17 عقدة أو حوالي 38 كيلو متر على الساعة. الطبيعي الطبيعي اللي هو حياتنا العادية الرياح كم عقدة يا دكتور؟ الطبيعي اللي احنا بنشهده كل يوم بيكون حوالي ما بين 14 و15 عقدة، اللي هو تقريبا كل يوم. فالنهارده ده النسيم، يعني ده النسيم بقى. ده طبعا ده النسيم اللي بيكون موجود ده كان عادي، لكن زادت السرعات ما بين 17 و18 عقده، لكن خلال ال 10 دقائق فقط اللي حصلت فيهم العاصفه هي اللي وصلت فيها الرياح ل 30 عقده، لكن طيب. قبل هذه التوقيت وبعده كانت الرياح ما بين 17 و18 عقده، فده طبعا بيكون شيء طبيعي جدا وبتحصل على مناطق معينه ومش طبعا بتاثر على كل الجمهوريه، فيمكن اللي اتاثرت بيها المحافظات القاهره، الاسماعيليه، السويس، هو شيء طبيعي لان ده الطبيعه، لكن السؤال توقع انه هيحصل لحظه فيها الرياح بهذه العقده او بهذا العدد من العقد، ده اللي محتاج ان احنا نشوف لو في بيانات قادمه تبقى كمان تفصيليه الى حد ما، تحذير اعلى شويه، ممكن تعملوا الوان للتحذير، يعني اللون الاخضر اللون الاحمر، اساس انه المصريين يستعدوا، لانه النهارده كمان رغم التقرير اللي كان موجود من الارصاد الا انه كان حاله فزع وصدمة، لأنه لم يكن أحد يتوقع أنها على هذه النحو من القوة. السؤال الثاني، هل العواصف دي مع احترامي حضرتك، هو صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية على الفيسبوك دي صفحة بتشتغل لمدة 24 ساعة في اليوم، فحضرتك لو دخلت على الصفحة هتلاقي فيه تقرير تقريبا كل ساعة أو كل ساعتين. ده النهاردة طبعا، ده حقيقي النهاردة كان لحظة بلحظة أكيد. أنا بتكلم فيما يخص التحذير للأيام السابقة عن العاصفة. كنت عايز أسأل حضرتك، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال آخر، بأنه اعتدنا هذه العواصف
في ابريل وفي مارس، هل التغير المناخي وصلنا ان احنا نشوف 50 في يونيو؟ هو فصل الربيع بيبدأ من 21 مارس بينتهي في 20 يونيو، صحيح. فالطبيعي ان فصل الربيع معروف في مصر برياح الخمسين، فممكن طبعا احنا يمكن دايما متعودين عليها فعلا في مارس وفي ابريل، لكن احيانا بتتأخر شوية وبتيجي في مايو او في يونيو. يعني لها سوابق اخرى يعني؟ طبعا في سوابق لده؟ في طبعا طوابق وحصلت قبل كده، لكن التكراريه دايما بتكون مارس وابريل، دول بيكونوا اكتر شهرين بتتكرر فيه العواصف الترابيه فعلا. ان هي تحصل في مايو او في يونيو ده بيكون حالات قليله وحالات نادره، لكن حصلت قبل كده واحنا لسه في الربيع، يعني الربيع لسه مستمر معانا حتى 20 يونيو، فاحنا النهارده لسه في بدايه شهر يونيو، فطبيعي ان احنا لسه في الربيع، ممكن تتكرر كمان في الايام القادمه، ما فيش اي مشكله. ده سؤال بقى، هل الايام القادمه تحمل جديدا فيما يخص العواصف؟ هو بالتحديد خلينا اقول لحضرتك ان هذه الليله وغد مازال متوقع نشاط رياح وعواصف ترابيه مره اخرى تتجدد مره اخرى على نفس المناطق، السواحل الشماليه والوجه البحري، القاهره، شمال الصعيد، مدن القناه، سيناء، منطقه خليج السويس. هذه الليله وغدا نشاط الرياح والعواصف الترابيه ما زالت هتتجدد مره اخرى، وهيصاحبها سقوط امطار متفاوته الشده على المناطق دي، وممكن تكون امطار رعديه في بعض المناطق. خلال الفتره القادمه، خلال الاسبوعين الجايين اللي لسه مستمرينهم في الربيع، وارد ان يتكرر وجود منخفض خمسيني، مش شرط ان يكون بنفس القوه، لكن هو متوقع ان هو يحصل. طبعا الاسبوع الجاي كله هيكون فيه تحسن في الاحوال الجويه اعتبارا من يوم السبت، لكن وارد ان يتكرر منخفض الخمسيني خلال الاسبوعين القادمين. يعني النهارده وبكره محدش ينظف، يستنى لما يجي الدفعه الجديده. الامكان يعني وقدر الامكان لو ما عندناش حاجه ضروريه يفضل عدم السفر على الطرق السريعه والصحراويه، تجنبا لاي خسائر في الارواح عشان ما يحصلش اي مشاكل، لان وارد مع شده الرياح تقع لوحات معدنيه اشجار، فتجنبا لذلك يعني يفضل ان احنا ما نسافرش على الطرق الصحراويه والسريعه. أشكرك جدا دكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية.